بعدها اتصال بس. ولي كرة القدم زكي الصالح مساء اليوم إلى مدينة سالزبورغ النمساوية ويرافقه المعد البدني للمنتخب السعودي الكابتن رول للاطلاع على كافة الترتيبات الخاصة لمقر المعسكر الذي ينوي الجهاز الفني بقيادة السيد بيرد فان مارفيك لإقامته في شهر يوليو 2016 ضمن برنامج المنتخب الإعدادي لمنافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. منحت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عددا من المدربين الوطنيين الشباب فرصة المشاركة العملية الميدانية مع المنتخبات السنية وذلك لإكسابهم الخبرة والمعرفة الفنية التدريبية الميدانية. دعا الأمير فيصل بن تركي هيئة أعضاء الشرف إلى عقد جمعية عمومية وتحديد الموعد في القريب العاجل وقبل انتهاء الموسم الحالي وذلك من أجل اختيار رئيس بديلا له حيث أن قرار الرئيس النهائي لا رجعة فيه. يعقد أعضاء الشرف بنادي الهلال اجتماعا في 11 من مايو 2016 لبحث مستقبل النادي عقب موسم مخيب للآمال بسبب خروج فريق الكرة الأول خالد بوفار. تمكن نادي التعاون من التعاقد مع مهاجم الشباب موسى الشمري وذلك مستغلا دخول اللاعب في الفترة الأخيرة من التعاقد. ولم يعلن سكر القصيم عن تفاصيل تعاقده مع الشمري سواء من الناحية المالية ومدة العقد. يذكر أن الشمري لعب من قبل بقميص العروبة والرائد والفيصل والشباب. يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم فكرة تقديم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليلعب يوم الجمعة 20 من مايو ووضع اتحاد الكرة أسباب الاقتراح والذي تم رفعه إلى الجهات العليا من بينها عدم خوض طرفي نهائي الأهلي والنصر لقاء الدور 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.